يتواصل التوتر في قطاع غزة غدا مقتل عدد من أفراد الشرطة في تفجيرين نفذهما انتحاري، وتجري وزارة الداخلية التابعة لحماس تحقيقا في الحادثتين بعد أن تبين أن المنفذ هو نجل أحد قادة الجهاد الإسلامي الذي سبق له أن اعتقل في سجون حماس. في قطاع محاصر تكثر فيه الفصائل وتدغدغه القلاقل، قتل 3 أفراد من الشرطة الفلسطينية وأصيب 3 آخرون على إثر وقوع انفجارين منفصلين استهدفا حاجزين للشرطة غربية قطاع غزة. ووفقا للتحقيقات الأولية تشير أصابع الاتهام إلى نجل قيادي بالجهاد الإسلامي فجر دراجة نارية كان يستقلها عند حاجز الشرطة الأول، وفيما فجر نفسه في الحاجز الثاني. ويخيم التوتر على القطاع وسط انتشار كثيف للحواجز والقوات الأمنية التابعة لحركة حماس، بالإضافة لاعتقال بعض المشتبه بهم في ضلوعهم بالانفجارين. وقالت مصادر خاصة إن أفراد الخلية ذات الصلة بالتفجيرات هم نشطاء بالجهاد الإسلامي، والبعض منهم فصل من الفصيل، بالإضافة لكونهم منتمين إلى الجناح العسكري لحركة سرايا القدس. تفجيرات إرهابية وإجرامية تستهدف أمن غزة واستقرارها ومصالح شعبنا الفلسطيني، ولا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وأعوان الاحتلال. نحن نؤكد على أن الأمن والاستقرار في غزة خط أحمر غير مسموح على الإطلاق، كان من كان أن يتجاوز هذه الخطوط الحمراء. تفجيرات تدعو للاشتباه بدوافع الجهة المسؤولة، حيث أخذ البعض يشير بأصابع الاتهام إلى الحكومة الإسرائيلية، في حين ظهور إشارات تدعو للقلق في البيت الغزي بعد أن بدأت تطفو على السطح انقسامات بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وفقاً لبعض المحللين. الناشط الإعلامي ضياء حسن ينضم إلي عبر الهاتف من قطاع غزة. سيد ضياء، أين وصلت آخر التحقيقات التي تجريها حماس في هاتين الحادثتين؟ نعم، لازالت وزارة الداخلية في قطاع غزة تجري التحقيقات في قضية التفجيرات. حتى اللحظة وزارة الداخلية لم تصدر أي معلومات بشأن المنفذين وهوياتهم، لكن أكثر من مصدر تحدث عن أشخاص من حي الشجاعية شرق مدينة غزة. الحديث أن منفذ واحد أو اثنين فجروا أنفسهم، ربما قتل أحدهم والآخر أصيب، أو ربما واحد فقط فجر نفسه من بين الاثنين والآخر هرب وتم اعتقاله في وقت لاحق. المعلومات متضاربة، هويتهم معروفة، وحركة حماس اعتقلت عددا من المقربين منهم، ولا زالت تشن حملة في منطقة حي الشجاعية وفي محيطها، وبعض الأشخاص الذين لهم علاقة بهؤلاء الأشخاص المشتبه بهم بتنفيذ العملية. حماس تحاول معرفة من يقف خلفهم، ما هي أهداف اثنين على الأقل أو 3 من أفراد الخلية المتهمة كانوا معتقلين لدى جهاز الأمن الداخلي منذ شهرين حسب المعلومات المتوفرة في غزة، اعتقلوا على خلفية إطلاق أو محاولة إطلاق صواريخ وإعداد عبوات ناسفة. هم عناصر في حركة الجهاد الإسلامي، بعضهم مصول وبعضهم لازال موجود في الحركة. طيب سيد ضياء، أعلم أن المعلومات متضاربة، لكن كون أحد هؤلاء على الأقل محسوب على الجهاد الإسلامي ونجل أحد قادة الجهاد، هل تأتي هذه الحادثة في إطار مثلا خلافات بين الفصائل؟ هل تأتي في إطار الخروج عن صف الجهاد وبالتالي اتباع فصائل متشددة كالسلفيين وداعش؟ هل هي محاولات انتقامية؟ لأن يعني الأنباء تفيد بأن أحدهم أو عدد منهم كانوا معتقلين لدى حماس. كل احتمالات مفتوحة، عدا الاحتمال الوحيد الذي ذكرتيه بأنه هناك أن هذا العملية بسبب الخلافات بين الفصائل وتحديدا حركة حماس والجهاد الإسلامي، هذا ليس موجود وليس له أصل في يعني في هذه الحادثة أقصد، وليس في حوادث أخرى لا تصل لهذه الدرجة الأحداث، لكن ربما هو كما ذكرت في عملية انتقامية، ربما كما ذكرت هم أصبحوا ينتمون للفكر الذي تسميه وزارة الداخلية في قطاع غزة الفكر المحرف، اللي هم التي تتهم فيهم ما يسمون بنشطاء أو مناصرين داعش أو العناصر السلفية الجهادية في غزة. الاحتمالات كلها مفتوحة، حسب ما علمت أن بعضهم يحمل مؤيد لداعش
هذه المعلومات متداولة في قطاع غزة بشكل جيد، ربما هذا سبب من الأسباب، ربما دافع الانتقام بعد اعتقالهم، لكن الكثير من عناصر داعش بالأساس وهم منتمون لداعش وغيرها كانوا اعتقلوا وعذبوا ربما، لكن لم يصلوا لهذه المرحلة من الخطورة في هذا الفكر. طيب كيف أثرت هاتان الحادثتان أو يعني العمليتان إنجاز التعبير في مزاج ومناخ الشارع الغزي، خاصة أنه اعتاد ربما على قصف إسرائيلي وعلى ما شابه؟ هذا صحيح، هنا الناس في قطاع غزة في حالة غضب شديد مما حصل، في حالة استغراب شديدة أن هذا الحال وصل إلى هذه النقطة، أصبح هناك خوف، حتى بعض العوائل امتنعت اليوم عن إرسال أبنائها إلى المدارس خشية من أي أحداث، لكن وزارة الداخلية في قطاع غزة طمأنت أن الأوضاع مطمئنة وأن الحادثة منعزلة وأن هناك تحقيقات جارية والأمن مبسوط، وتم يعني فرض الأمن والسيادة على طول قطاع غزة، وتم وضع الحواجز وانتشار الأجهزة الأمنية لتأمين الأوضاع، وهناك حملة ملاحقة للمنفذين، وهو أمر معزول تماما عن أن يكون حدث إجرامي كامل متكامل وأن يكون في هناك أي عمليات مماثلة قطعة ضد المواطنين. جزيل الشكر الناشط الإعلامي ضياء حسن، وقد حدثتني من قطاع غزة.